اولا بسم الله الرحمن الرحيم، حنا جد فرحانين بهذا المناسبه اللي عيطوا علينا الناس هذو. كنشوفوا وليداتنا في المدرسه ديال لاكروار فين وصل المستوى ديالهم. هذا الحفل هذا القيم اللي صراحه كيخول لنا الفرص فاش ندركوا بزاف الامور، نعرفوا شنو تابعنا وراهم باش الانسان كيشجعونا باش وليداتنا يكملوا معاهم يوصلوا. صراحه في الاول ما دخلوش بهذا المستوى بهذا النيفو هذا، انا خاصة كنلاحظ واحد الفرق كبير في ولدي، يعني ما كتفاجئ كتقول انا ملي كنت في هاد لاجير وما كنتش كنعرف هاد يعني جدول نيفو 1 ولا موديل 3 ولا هادي، حتى ربما كبرنا ليكيفالون ديال واحد كيقرا في الكوليج ولا هادي، والحمد لله حنا معاهم تنجلسوا بو تنشوفوا الامور غادية وجد فرحانين وكنتشجعوا بزاف، شجعنا بزاف الحمد لله باش نديروا بزاف الحوايج معاهم وهادي. وكنشكروا السيدة المشرفة على هاد المدرسة سعيده مسؤوله، وخاصه حفصه والفورماتريس الاخرين والطاقم كامل اللي ساعدهم، والحمد لله احنا معاهم ان شاء الله ونشجعهم وشكرا بزاف. السلام عليكم، حتى انا عندي ولدي هنايا في المدرسه ديال براين وبراين، الحمد لله دابا 3 هو هنا كيقرا، عاوناته براين وبراين في بزاف د الحوايج، حتى في ليكول ديالو حتى في الحياه العاديه ديالو. الحمد لله مدام سعيده ومدموزيل حفصه تبارك الله عليهم، مؤثرين مزيانين زعما وصلوا ولادنا نيفو عالي بزاف وتبارك الله عليهم والله يحفظهم حتى همايا. وليداتنا الحمد لله في براين وبراين تعلموا الكالكول مونتال، تعلموا حتى تيثقوا في النفس ديالهم، تيثقوا في الذات ديالهم، تعلموا بزاف الحوايج، تعاونوا في المدرسه ديالهم في الحياه الشخصيه ديالهم. هو الحمد لله الحمد لله. كنتمنى كاع الاباء وكاع الامهات يدخلوا ولادهم لبراين وبراين لان بصح هي سونتر مزيان الحمد لله.